خلينا نروح ل وزارة الشباب والرياضة، لأن وزارة الشباب والرياضة يعني هي حركت المسألة النهاردة بعد الحوار اللي حصل امبارح. خلونا نستمع من الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد نور فندم. يعني التحرك اللي جه اللي ترجمه هذا البيان، يعني قول لي انه القرار اتعمل ازاي، يعني المطالبة دي وبنسعى من وراها لإيه ومنتظرين إيه من اللجنة الأولمبية. شوف يا دكتور، هو في شقين في الموضوع. الشق اتفضل. الأول هو الشق الفني اللي قام بيه الاتحاد المصري للدراجات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية في شهر أبريل الماضي تمام. فور وقوع الواقعة يعني، وتم اتخاذ الإجراءات اللي هي العقوبات اللي تمت على شهد الثلاث عقوبات: استبعاد من البطولة والوقف لمدة سنة والغرامة المالية. وده الحقيقة تم وفقا للائحة الاتحاد الدولي للدراجات. تمام. لكن هناك جانب آخر متعلق بقى بدور الوزارة فيما يتعلق بالرقابة وضبط الإيقاع الخاص بالحركة الرياضية المصرية وفقا للقواعد الأخلاقية والمجتمعية المعمول بها في المنظومة الرياضية المصرية والعالم كله. الوزارة بتتدخل الحقيقة في هذا الأمر. في العقوبات اللي تمت وفقا للائحة وكل حاجة ومنضبط وفقا للوائح الاتحاد الدولي للدراجات، لكن في واقعة اللي تمت في بطولة الجمهورية في السويس، الحقيقة الوزارة ارتأت في هذا الأمر إن قد تكون العقوبات الموجودة بالفعل في لائحة الاتحاد غير الدولي كافية غير يعني. متوافقة وغير كافية مع حجم الواقعة وتعارضها مع القواعد الأخلاقية المنظمة للحركة الرياضية. تمام. وبالتالي هنا الحقيقة تم مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها يعني الجهة اللي هي المشرفة فنيا على الاتحادات الرياضية المصرية بضرورة إعادة فتح التحقيقات كاملة وتفصيليا في الواقعة اللي تمت. لكن حطينا أساس يا دكتور فيما يتعلق بإعادة فتح التحقيقات، اللي إن هو لو يا حضرتك فندم. اللي هو القواعد الأخلاقية المنظمة للحركة الرياضية، وطلبنا الحقيقة من اللجنة الأولمبية إن إحنا مش نرتكز بس على صحيح الضوابط والمواد المتضمنه في المواثيق الدوليه واللجنه الاولمبيه الدوليه، وهذه امور فنيه لا يمكن الخلاف عليها، ولكن هناك امر اخر متعلق بالقيم ولجنه القيم اللي موجوده في الفعل اللي موجوده بالفعل في الميثاق الاولمبي والمعمول بها في كل الرياضات على مستوى العالم. لابد ان يرتكز التحقيق الجديد على هذه الامور المتعلقه بالالتزام الكامل بالقيم الاخلاقيه ولجنه القيم اللي موجوده ومدرجه في الميثاق الاولمبي. في حالة إن وجود أي شبهة تتعلق، وده هيتم الحقيقة خلال الساعات واليوم أو انا اليومين الجايين كان الاستاذ خلال ياسر ادريس التحقيقات وقال انه القرار هيطلع يوم الاحد الجاي ان شاء الله. على الأكثر. طبعا الحقيقة الوزارة شددت جدا في المخاطبة الخاصة باللجنة الأولمبية إن يتم على، لأن إحنا خلي بال حضرتك إحنا عندنا البعثة الأولمبية خلاص إن شاء الله إحنا بدأنا مرحلة السفر النهاردة. المنتخب الأولمبي تحركت الطيارة الحمد لله لفرنسا لكرة القدم، وهتبدأ تباعا الفترة الأيام اللي جاية سفر البعثة المصرية كلها وفقا يعني هو للدستور الخاص. الميعاد المحدد لسفر الولاد بتوع الدراجات امتى يا استاذ محمد؟ هي في جدول يعني بيتحط دلوقتي وبشكل نهائي ان هنبدا ان شاء الله، احنا بدانا بالمنتخب الاولمبي بالفعل وتحركت الطياره من الساعه 4، وبدايه بقى من الايام اللي جايه على حسب البعثات. لكن الدراجات لسه منافساتها في منتصف البطوله تقريبا، فقدامها يعني في حدود اسبوع 10 ايام يعني فلسه قبل الميعاد الدنيا كلها تبقى طبعا واضحة، طبعا طبعا فرصتها جدا يوم اما الاحد باستمرارها او استبعادها. استمرار او استبعاد. لكن باكد من خلال حضرتك ان ده لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي مع اللوائح الدوليه صحيح الخاصه صحيح بالفنيه صحيح، بالمشاركه. لانه الناس ودي فرصة ان حضرتك معانا، ويمكن احنا عندنا موضوع تاني برضو اللي هو موضوع اللجنة اللي اتشكلت بعد قرار الوزير الدكتور اشرف صبحي عشان ملابسات وفاة اللاعب احمد رفعت. بالظبط هنا بالظبط ايه الوزارة، وانا هسألك على احنا وصلنا لفين في الموضوع ده، لكن اللي هي مسؤولية الوزارة فين؟ يعني امتى الوزارة تبقى مدانة انها مقصرة وما عملتش شغلها، وامتى تقول لا والله يا جماعة هو ده دوري لانه انا قدام لجنة أولمبية وقدام قواعد منظمة على المستوى الدولي وأنا ليا مساحة معينة يعني بتحرك فيها. شوف يا دكتور، في جانب دايما يعني احد الجانب الفني المتعلق بإدارة المسابقات الرياضية، سواء احنا بنتكلم في الفردية في الجماعية في المسابقات المحلية او القارية او الدولية او الأولمبية. الجوانب الفنية الوزارة دورها في هذا الأمر في الجوانب الفنية انها بتقدم كل الدعم والرعاية المادية واللوجستية وكل ما يتعلق بمعسكرات اللاعبين
والاجهزه المطلوبه وكل هذا الامر. وده تم الحقيقه مع البعثه الاولمبيه كامله اللي هي بلغت 149 لاعب، توفير المعسكرات والدعم المالي للاتحادات والطيران والطيران الخاصه اللي بتسفر الناس وكل تذاكر السفر والاقامه وكل هذا الامر. الجانب الاخر وهو الجانب الرقابي والمحاسبي اللي بتقوم به الوزاره بكل حرص مع كل الاتحادات والهيئات الرياضيه مع كل المسابقات والمنافسات اللي بتتم. في حاله ان وجود بعض المنافسات او الواقعات اللي ممكن تحدث اثناء بعض المنافسات الرياضيه وتخرج عن الاطار العام الاخلاقي والمجتمعي، هنا دور الوزاره انها تتدخل. صحيح. وهذا الامر دايما بنؤكد عليه ان لا يتعارض ابدا مع الجوانب الفنيه، احنا لا مساس للجوانب الفنيه، احنا مش بنتدخل في اختيار لاعب او في خروج لاعب او في لاعب. انت بتتدخل في ضبط الايقاع، ضبط الايقاع العام اذا جاز التعبير. بالضبط. ضبط الايقاع هنا بصفه عامه، تحتيه بقى تحط الايقاع الاداري والمالي وما يتعلق بالاطار الاخلاقي وكل هذه الامور الوزاره بتكون مسؤوله عنها وبتتدخل تحلها فورا. تمام. حتى فيما يتعلق بالمنافسات نفسها، لو حدث اثناء بعض المنافسات خروج عن النص، خروج عن الاخلاق، خروج عن القواعد الاداريه والماليه، الوزاره تتدخل في هذا الامر. طيب التحقيق اللي وجه وزير الشباب والرياضه عشان في موضوع احمد رفعت وصل لحد فين؟ الحقيقه ما زالت التحقيقات جاريه يعني، واللجنه المشكله من وزير الشباب والرياضه من الساده المستشارين الاجلاء ومن الساده الاعضاء يعني من المختصين من القطاعات المختلفه بتشتغل تقريبا يوميا. هي بدات اجتماعاتها فور صدور القرار وعقدت عده اجتماعات يوميا، هي منعقده واصدروا قرار كده انها في انعقاد مستمر لحين انتهاء التحقيقات الخاصه بهذا الامر. بتطلع حاليا على كل الاوراق وبتوع عمليه الفحص الكامل لكل المستندات وفحص امرين. الامر الاول متعلق بكشف الملابسات الخاصه بعمليه السفر والعوده للراحل احمد رفعت الله يرحمه. الامر الثاني المتعلق بملابسات الوفاء. ما يتعلق بملابسات الوفاء بيقوم بفحص الاوراق والمستندات والتحقيق مجموعه من الاطباء والاساتذه المختصين في مجال الرعايه الطبيه. تمام. الامر الثاني المتعلق بكشف ملابسات السفر والعوده وفحص الاوراق والمستندات الخاصه بهذا الامر بيقوم به مجموعه من المستشارين الهيئه الاستشاريه العليا اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه. والحقيقه ده تحقيق يعني مغلق تماما وبيتم اجتماعات يوميا للجنه الاستشاريه وبتدرس الاوراق، وفي حاله ان في اي اوراق مطلوبه من الجهات الثلاثه المختصه بهذا الامر اللي هي النادي مودرن سبورت، الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الاولمبيه المصريه، بيتم احضار هذه الاوراق من خلال لجنه اخرى تابعه للجنه الاستشاريه، لجنه التفتيش والرقابه والمتابعه. والحقيقه الفتره الاخيره هم الحمد لله تقريبا يعني تحصلوا على كل المستندات والاوراق اللي مطلوبه لاستكمال عمليه التحقيق، واللجنه بقى مستمره في عملها. هل لدينا توقع يبقى امتى القرار اللجنه او تقريرها يعني؟ يعني الحقيقه ما اقدرش اقول لك ان في توقيت معين لده لانها تحقيقات تقريبي مستمرة. تقريبي يا استاذ يعني محمد تقريبي. لكن تقريبي طبعا بنتكلم في غضون ممكن خلال اي يعني اسبوع او خلال ايام او كذا، لان اللجنه الحقيقه توقعي ده نابع من العمل المستمر يعني على يعني نقول مثلا من اسبوع ل 10 ايام يعني اظن بالتقريب على وجه التقريب يعني في غضون ده إن شاء اظن الله. لا يتجاوز هذا الميعاد ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ محمد شاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه.